السادسة صباحاً بتوقيت القاهرة، موجز لأهم وآخر الأنباء من القاهرة عاصمة الخبر. حذر الرئيس التونسي قيس سعيد ممن سماهم بالغارقين في الفساد بالبلاد من الاستمرار في ضرب مؤسسات الدولة والتطول على رموزها والتآمر عليها. وشدد سعيد خلال اجتماعه مع مجلس الوزراء على أن هؤلاء الفاسدين لا يمكن أن يبقوا دون جزاء في إطار القانون من أجل الحفاظ على الدولة ومؤسساتها، وأن الأزمات التي يعيشها المواطنون لا يمكن أن تستمر. كما شدد الرئيس التونسي قيس سعيد على محاسبة من يحاولون خلق الأزمة تلو الأزمة في تونس، واصفا ما تعانيه البلاد بالبؤس السياسي. حذر العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني من تجاوز الخطوط الحمراء في القدس الفلسطينية من قبل متطرفين. وأكد العاهل الأردني خلال تصريحات إعلامية أن استغلال القدس لأغراض سياسية يمكن أن يخرج الأمور عن السيطرة، مشيرا إلى أن بلاده قادرة على حماية المقدسات الدينية للمسلمين والمسيحيين معا، مشددا على ضرورة التكامل العربي من أجل دعم القضية الفلسطينية. وذكر الملك عبد الله أن ثمة تخطيطا لمشروعات تطويرية بمنطقة القدس، من بينها إنشاء متحف تاريخي لتسليط الضوء على تاريخ المسيحية وإنشاء مراكز تدريب لمختلف الكنائس. قال الرئيس الصربي ألكسندر فوتشيتش إن الصرب في شمال كوسوفو سيبدأون في إزالة الحواجز اليوم. وأوضح فوتشيتش خلال لقائه بالأقلية الصربية بالقرب من حدود كوسوفو أن عملية إزالة الحواجز ستستغرق بعض الوقت. هذا وتغلق الأقلية الصربية الموجودة شمال كوسوفو الطرق منذ 19 يوما، احتجاجا على اعتقال أحد الشرطيين ووضعه قيد الإقامة الجبرية بناء على طلب مكتب الادعاء الكوسوفي، ما دفع سلطات كوسوفو لإغلاق أكبر معبر حدودي مع صربيا. أصدر رئيس كوريا الجنوبية يون سوك يول أوامر بتطوير منظومة الدفاع الجوي للرد على أي انتهاكات لبلاده. وخلال زيارته وكالة تطوير الدفاع، دعا يون إلى تجديد نظام الاستجابة للتحقق من قدرات الاستطلاع والاعتراض لمواجهة تهديدات الطائرات بدون طيار لكوريا الشمالية. يأتي ذلك بعد ساعات من تأكيد يون أن أي استفزازات من كوريا الشمالية يجب أن تواجه برد انتقامي. انتهى الموجز. لمزيد من المتابعة يمكنكم زيارة موقعنا الإلكتروني القاهرة نيوز.net، كما يمكنكم متابعتنا على منصات التواصل الاجتماعي المختلفة فيسبوك، تويتر، انستجرام ويوتيوب. ويمكنكم متابعة القاهرة الإخبارية على تردد 11747 فيرتيكال، كما يمكنكم تحميل تطبيق القاهرة الإخبارية من خلال أبل ستور أو جوجل بلاي أو من خلال الكيو آر كود الظاهر على الشاشة. شكراً على طيب المتابعة. إلى اللقاء من القاهرة عاصمة الخبر.